والفقرة الأخيرة تأخذنا إلى فيلم قصير مخرجته هي فرح شيا. بدك خبرة؟ يا حزن عليك يا بنتي، يا بنتي صرت يتيمة. ودي تبين عالم كان ممنوع حدا يفوتلي. فرح شيا، مزبوط هيك؟ صح. اكسلنت، عشان ما تزعلي مني. لا. ورد، كيف كيف ورد؟ هو دوكيومونتير مدته قد 14-16 دقيقة، قد ايه؟ ورد هو فيلم فيكسيون. اوكي. يعني رواية. رواية قصير مدته 14 دقيقة. 14 دقيقة. هو فيلم التخرج. عملته، تقدمته بكانون تاني 2011. طيب فيلم التخرج بالعاده انه المخرجين العاديين لما بينتجوا فيلم هيك بيتحمسوا له، بس لما الواحد فيلم التخرج بيتحمس اكثر. بيتحمس اكثر. كيف بلشت فكرته؟ كيف انجزتي لهيدا الفيلم؟ هيدا الفيلم بلشت شغل عليه تقريبا بايلول 2010، وتحضير السيناريو اخذ شي شهر تقريبا، والفكره اخذتها من مجتمع، من حوالي، من بيئتي، مني انا كمان، ولانه الفيلم هو بيتناول موضوع الفن قد ايه هو شيء ما بتتعلمه ولا بتروح لعنده، بس هو بيجي لعندك. يعني في حال هو انوجد هو بده يتفجر بوقت من الاوقات وما في قوه بتصده. فهي هي فكره الفيلم. وتحمست له، اكيد تحمست له، لانه هذا اول فيلم روائي بينعمل يعني بحياته للمخرج. طيب. اذا بدنا نقول. اكيد احنا عم نشوف هلا لقطات. طيب هو اقرب لمذكرات رسامه واميه. هو قصه رسامه ببلش الفيلم وكانه وثائقي، كرمال هيك هذا اللغط بيصير دائما، هل هو وثائقي او دوكيومنتري؟ حتى بالنهايه بيضيع شوي، لانه المشاهد بفكره انه هي فعلا قصه حقيقيه، يعني بفوت بالجو وبيخلص مثل ما بلش وثائقي، بس هو حتى الوثائقي اللي بقلبه هو فيكسيون، يعني من الخيال. القصه كلها هي خيال، وهي قصه رسامه عم تتذكر من خلال انترفيو كيف تعرفت على عالم الفن، كيف تعرفت على الرسم، ومن خلال هي بلشت من خلال ذكرى أليمة اللي هي موت والدها، وبعدين اكتشافها شوي شوي انه بيا كان رسام، بس كان هيدا شيء سر عنده ما كان يخبر حدا. وبتكتشف فيه بحالها هيدي رغبة الرسم والفن، وشوي شوي بتصير تحلم وتروح بهذا عالم الرسم. عرفت بتواجه مرة بتواجه ردة فعل أمها السلبية لهذا الموضوع. حلو، احكي لي شوي عن البيت اللي صورتي فيه. الفيلم هو لأنه الذكريات بتدور بال 1960 تقريبا، فكان البحث أكثر صوب المناطق الجبلية، البيوت القديمة. وأنا شخصيا من ضيعة اسمها صوفر، هي ضيعة كتير حلوة موجودة بجبل لبنان. فصراحة كل شيء استوحيته من القصة من خلال ضيعتي. فتصور جزء من الفيلم، تقريبا ثلاث ارباع الفيلم تصور بصوفر، ببيوت قديمة، في قصر الدونا ماريا سيرسو هيدا كتير مشهور، في كمان عدد من البيوت القديمة، وفي بيت كمان ببيصور، هو بيت رسام الدكتور جميل ملاعب، كمان بتشكره كتير لأنه أعطاني الفرصة أنه صور هونيك، كمان بيت طبيعي. حلو. وقديم، وكمان أعطانا حق أنه نستعمل لوحاته بالفيلم، فكم لوحة بتبين بالفيلم لدكتور جميل ملاعب. طيب موسيقى تصويرية، استعملت الموسيقى تبعك رغم انه والدك موسيقي ومعروف، كيف؟ صراحة في شيء اسمه ميوزيك اوريجينال الفيلم، اللي هي الموسيقى اللي بتتألف للفيلم، يعني ما بنكون مألفين قبل لغير شيء، وما بنستعملها للفيلم بس بنألفها للفيلم. فأنا الموسيقى اللي ألفتها للفيلم هي أنا عملتها بس، ولكن الموسيقى اللي سمعناها هلا بالتريلر
واللي بتقطع كمان شوي بأجزاء من الفيلم هي موسيقى لوالدي وجدي شيا. الموسيقى أعطيكي رأيه هو في الموسيقى تبعك؟ إيه أكيد أكيد أخذت برأيه وقعد حضر الفيلم كذا مرة وأكيد اختلفنا شوي بالآراء ورجعنا مشى الحال. بس أنا الموسيقى يعني من قبل كمان بألف والموسيقى لورد يعني حبيت أنا أعملها. طيب شارك الفيلم هيدا بمهرجانات برا هون أو بعد؟ شارك هو لأنه بعده جديد خالص فشارك بفيلم أوت بوكس فيلم فاستيفال اللي صار ببيروت من فترة وهلأ بده يشارك بأنديو فيلم فاستيفال نهار الأحد بفتكر بست الشهر بسيب. حلو طيب فرحة أنه أكيد بعد ما هيدا البيبي الجديد بيطلع بيكون عندك طموحات أكثر لأنك تقدمي شي تاني. شو اللي في بالك هلأ تعملي؟ هلأ ببالي أكيد أكيد يعني أعمل سينما يعني ما أتجه لمجال تاني لأنه في كتير ناس بتخرجوا أوديو فيزيويل وبيروحوا صوب التلفزيون بيروحوا صوب الكليبات. انا اكثر هدفي صوب السينما واكيد يعني فيلم طويل لا ينعمل بحس ممكن بس يمكن هلا بجرب اكثر روح صوب الفيلم القصير نظرا للوقت بياخذ على الوقت بياخذ بتقدر تعبر فيه يمكن هلا وقته اكثر الفيلم القصير فاكيد هلا بشتغل اكثر دوكيومنتير بشتغل اني اكتب سيناريو. حلو خلينا بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وهذا الفيلم تاخذي عليه جوائز كبيره وترجعي لنا هيك بلونغ فيكسيون هيك بشيء مختلف اكيد. ثانك يو فرح ثانك يو لك. مشاهدينا هكذا نكون قد وصلنا لنهايه هذه الحلقه من حلوه بيروت. الموعد يتجدد غدا ان شاء الله معي ومع زميلتي. تكونوا في